بعض الناس إذا حقد لا ينسى، يقول تقول العرب أحقد من بعير، البعير يحقد ولا ينسى حتى إذا تمكن ممن آذاه قضى عليه، قضى عليه. ولذلك لا يكون خلق الإنسان كخلق البعير، وإنما يعفو ويصفح ويغفر ويتسامى عن هذه الأشياء ولا يستقصي، لا يستقصي. حتى في العفو قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. ما معنى الصفح الجميل؟ الذي لا عتاب معه. لما تصفح ما تقول ها هذه آخر مرة، وبعض الناس يعفو قال بس ترى آخر مرة، هذه يخرب العفو ويضعف الصفح. لا، يتسامى ويعفو ويترفع عن مثل هذه الأمور.